اللي كان يتكلم باسمهم قال ان احنا يعني جينا باش نسيروا الجيش بعد الاستقلال، وهما مازالوا ما عندهم حتى مسؤوليه. هنا في مؤتمر جبهة التحرير الوطني في 1964 كان هناك نقد لبومدين لاعتماده على هذه الفئة، وكان من المجاهدين من طالب بومدين بإبعاد هؤلاء. العقيد محمد شعباني قائد الولاية السادسة كان من أشد هؤلاء المنتقدين، وفق ما ذكره العقيد الطاهر الزبيري في مذكراته. واستغل شعباني هذا المؤتمر لتوجيه نقد لاذع ومبطن لبومديان عندما هاجم تغلغل الضباط الفارين من الجيش الفرنسي داخل هياكل الجيش، وطالب بتنحية هؤلاء من المناصب الحساسة. وكان رد بومديان أنه قال أنا أفضل الاعتماد على ضباط جزائريين حتى ولو كانوا في الجهة الأخرى، لكنهم التحقوا بالثورة في السنوات الأخيرة، على أن أعتمد على ضباط من أجانب لبناء الجيش الوطني الشعبي. هذا الموقف الجريء جعل شعباني في مواجهة مباشرة مع ضباط يزداد نفوذهم في الجيش والدولة كل يوم. العقيد شعباني كان مثقف وكان متعلم باللغة العربية، لعل هنا النقطة الأولى أنه متعلم باللغة العربية، بينما الآخرين مكونين باللغة الفرنسية ومدافعين عن اللغة الفرنسية، وظلوا يدافعون عن اللغة الفرنسية حتى السنوات الأخيرة، حتى ذهابهم نهائيا من الجيش. والعقيد شعباني بدأ في تجنيد الشباب الجزائريين وإدخالهم للجيش وتكوينهم باللغة العربية، وبدأ يضع أسس تكوين باللغة العربية. في ذلك الوقت فرنسا لم تكن لترضى بهذا. Oui, c'est vrai que Chabani avait une position et un discours sur ce qui se passe à l'intérieur de l'armée. Et son positionnement était un positionnement qui contestait l'arrivée de gens qu'il considérait comme des gens nouveaux, issus des rangs de l'armée française, déserteurs de l'armée française, ayant finalement rallié tardivement l'ALN et dont il conteste le pouvoir à l'intérieur de l'armée. C'est le cas par exemple de quelqu'un comme Khaled Nazar, qui fait partie avec d'autres éminents officiers de l'armée de libération nationale devenue armée nationale populaire. Ils contestent leur rôle à l'intérieur de l'armée. هذا الرجل لم يقبل أن يرضخ لأوامر تأتيه من الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وكان على رأسها الشاب الذي جاء من الجيش الفرنسي. إذن تمرد نوعا ما، على بعثنا بن بلة باش نشوفوه باش يرجع، ورحنا بيتين معه في بسكرة. ذكرته أنا ب62 كي تلاقينا، قلت له هذاك الوقت ما كاش حكومة، ما كاش قيادة، ما كاش دستور. الآن فيه الدستور وفيه حكومة، وانت عضو في المكتب السياسي، أرواح حط مشاكل تاعك واش عندك وحنا معك. رفض. ومن هنا بدأت الصراعات وبدأت الاختلافات، هي كلها مذكورة في الكتاب، كتاب العقيد طاهر الزبيري. ووصل الأمر إلى محاكمة الرجل، ومشى داروا محكمة صورية كذا. وبن بلة كان في رأيه هذاك الوقت لا بد يعطيه مثال لا ريغور لا ديسيبلين كذا إلى آخره، هذه هي قضية. ولكن الشيء الأكيد لو بومدين رفض كان ما يموتش الشعب. لكن المسؤولية تحمل للرئيس، رئيس الجمهورية، وليس لوزير الدفاع، لأنه ليس هو من كانت في يده صلاحية إلغاء أو تأجيل تنفيذ الإعدام.